يا أولاد إلي عندكم اقتراح اليوم. شو هو؟ شو رأيكم تروحوا على البحيرة؟ إيه. بس احزروا شو؟ ما بدنا نروح بس نسبح كمان، بدنا نروح نخيم. موافقين؟ يلا كل واحد ياخد غرض من الأغراض. برافو، هاي أغراض التخييم. يلا انطلاق على السيارة. وأنا هون تركت الأولاد بالسيارة ونزلت أشتري لهم أغراض للرمل لأنه ما عندهم. فتعالوا شوفوا شو نقيت. شوفوا يا جاي شو اشتريت للأولاد. جبت واحدة من هاي عشان يلعبوا هلأ بالرمل، وكمان جبت شو ما أحلاها واحدة من هاي يعملوا فيها آيس كريم وقصص للبنات، وجبت كمان من هاي عم يقولوا في عندنا بالبيت. اختي عم تقول في عندها بالبيت شوية شغلات للرمل. هلأ نحن بقسم المخبوزات، نحن نشتري شوية كرواسان وشوية سمون. رح نجيب هذا الخبز لنعمل فيه ساندويش، شكله بجنن يا عيني. ناخذ لهم هلأ كم كرواسانية. يا سلام. شكله مشهي. بدي اكلي وحده هلا والله. شوفوا شو لقيت، مارشميلو، مشان هلا الاولاد قاعدين يشووا ويتسلوا بالخيمه. تعالوا نشتريهم. جهزتوا الاغراض يا اولاد؟ جبتوا كل شيء؟ مستلزمات التخييم واللعب بالرمال. يلا امشوا على البحيره، واواعي كمان. يلا يلا. ماما يلا نبني الخيمة. يلا كل واحد مالك وخلوده رح يفتحوا الأزرق الخيمة الزرقاء، وإلين وميرنا رح يفتحوا الخيمة الحمراء. يلا لشوف كل واحد يفتح خيمته ويبنيها. يلا افتحي حصيرتك. تعرفي شو آخر شي بتفتحي الحصيرة؟ إلين آخر شي بس نبنيها. شنو؟ طيب يلا افتحيها افتحيها. تعرف شلون نركبها؟ أبو مالك تعال ساعدهم، تعال ساعدنا هالولاد. واحدة واحدة. ما خلينا نبني اول شيء الزرقاء. جاي صارت الخيمة جاهزة، بقينا علينا المتحفين. يلا مالك. هاي خيمة مالك. لا حطوها برا. ايوه بالعرض حطوها. اربوع الخيمة هي بدها تلف هلا بتزبط. يلا هلا صار دور خيمة ميرنا وإيلين. ماما معلش ننزل نسبح لبين ما تبنوا الخيمة. طيب يلا امشي اسبحوا شوي. تعال مالك امشي نفوت على الغميق. ايه لك خلو ده. شو غميق ما غميق؟ ديروا بالكم لحدا يبعد بعد هديك العضاضة. طيب ماما ماشي خلاص، ما لح نروح على الغميق. خلو ده مالك. ماما تعالي فوتي معنا. اح برد المي. ليكني عم فوت المي مبوزة. باي. وينو خالد؟ وينو ييليكو؟ تعي تعي. ميرنا روحي شكي روحي. دير بالك تغرق. بعد هاد العضاضة بعدها غميق، فما حخلي خالد يروح بعدها حتى لو لبس دالوب. والله واو. برافو خالد. إلينو. ماما اعملي لنا فطور اذا خلصت الخيمة، كتير جوعانين. جوعانين يا قطفين. يلا رح اعملكم سندويشات. اوكي يلا تعالوا على الخيمه. بس تسبحوا شوي. شو خالته شو جابك لهون هلا بتغرقي؟ واو شو حلوين خلوده. فوت على خيمتك فوت. واو شكلها شو حلو لونه بجنن. يلا مالك تعال تعال على الخيمه انت وخالد. هاي الالعاب بدكم تلعبوا فيها هلا. تعال ملوكه عدبي شوف شو حلوه. هاي خيمه البنات. يلا فوتوا عدو فوتوا عدو. لك شو حلوة. هاي خلودة ومالك وإلين وميرنا. شوفوا ما أحلى خيماتهم. يلا هلأ رح نحضر ساندويش. أوكي ماما أنا كتير كتير جوعانة، عملينا ساندويشات مشكلة. بدك ساندويشات وانت مالك؟ يلا يا بنات جوعاني. هاي أحلى فطور بخيمتكم يا أولاد. شوفوا ما أحلى. هلأ جمعناهم بخيمة واحدة حاليا لأنه ما فينا نجزئ هالفطور ونحطه هنيك. وهي شوفوا لي هذا الشاي، يا سلام بشهي. شو بدك تاكل خلوده؟ ماما بدي سندويشة برتديلا. مالك انت شو جاي على بالك؟
مرتديلا يلا تعالوا. يلا حطي الشايات اختي يلا. برافو برافو يا عيني على المنظر الحلو. يلا يا اولاد تفضلوا كلوا، مدوا ايديكم مدوا ايديكم. صح زينو هنا شوفوا لي الخبزات وهي الشايات يا عيني. طيبة سندويشة خلودة؟ صحتين. طيبة خالته؟ صحة. وهنا ولاد شو رأيكم تلعبوا بالرمل؟ جايبت لكم ألعاب حلوة للرمل، أوكي؟ طيب يلا قوموا قوموا. أنا رايحة أجيب لكم إياهم، أوكي؟ يلا استعدوا استعدوا للعب. يا شي حلوين، هاي حدا فاتحها بدون ما نحس. يلا تعال نعطيهم إياهم. تعالوا شوفوا شو جبنا لكم. يلا في كذا بوري، في كذا بوري، في أربعة آيس كريم، كل واحد ياخذ واحدة. ورجوني هلا كيفكم تعملوا آيس كريم. شلون بتنعمل هاي الآيس كريم؟ واو بس يمكن هاي بتنقام. لا خلص هيك هيك. اوكي. واو آيس كريم. ورجيني هاي آيس كريم الرمل. خو خلو ده. هلا افتح هذا. يوم اشترينا لهم ياهم. حتى لك لك البوز عيب. اتس اوكي. يكشر حلوة اعمل مثل مالك. عن جد؟ اوكي. هي بتعمل فيها قارب. شو كنت تعملوا؟ كيف سويتي؟ ورجينا ورجينا يمية. واو هاتي اعطيني اياها لك. لا انا بحط لك وحده. تعي يجي ايس كريم. ياي شو حلو الايس كريم اللي عملي اياه خلوده. واو وانت شو عملتي؟ يا شو كيوت. لا ظابطه والله. ورجيني كيف تنعمل يمية. وردي ركبيها هتاخدي اوكي من التراب المبلوله. اوكي خالته. ايه خالته يا عيني كثير حلو. بتفحصيها شوفي. وبعدين بتلمي التراب تبعك مضبوطه. طيب ماما ايه خلو ده يلا جاي. بعدين واو كثير حلوه. وهي ايس كريم لالي شوفهم احلى. وينهم؟ كثير حلو. شو عم تعمل خالد؟ يرفع اثنين ثلاثة فرطت خلود عبيها مي بلا بالمي. لك شو عم تعمل مالك؟ يلا خلود ورجينا القلعة. شو بدك تعمل فيها هلا؟ ياي لا بس يا رنا المي. يلا قيم خلود واحد اثنين. واو هاي اختي وبنتها قاعدين عم يعملوا. شو بدك تعملي اختي؟ يي لك ومالك وقولي شو بدك تعملي اختي؟ ورجينا بقلعته. لا 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 حاجه قولي. لا يي هاي لك ومالك وابو مالك. يلا طبي اوه يلا قيمي. يلا خلوني حط ستار حط ستار. قيمي يا اوه شو حلوة. وين خالد؟ ماما احذري شوفي قوارب هون بيركبوها بقلب النهر. تعالي نروح نركب واحد بليز. يا جايز في هون قوارب عم بيأجروها فينا هلا نروح نطلع عليها. فرح نادي للاولاد هلا ونطلعهم كلياتهم على القارب. تعالوا معنا. هي هي القوارب شوفوا لنشوف شكلنا. بدنا ننقسم لنصين كل مجموعه بقارب. ليكنا هون هلا عم نستأجر القارب. يلا عدو ماما يلا تعالي. برافو. هي سيهان اميرنا وهي انا. وين اخذكم؟ اخذنا على فرنسا. يلا بيوصل؟ يلا بيوصل.
البحيرة اللي عنا إذا بتسوق زيادة للأخير بتوصلنا على فرنسا. واو وين سهومة؟ سهوم بينا يا سهام. أختي ورانا صارت. هاي هاي سهام. ديروا بالكم. لا 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 تطرقوا فينا. ديروا بالكم ليكوا على تماس، على تماس مباشر القاربين. بعدي عنا وبعد ما خلصنا رحلة القارب هلأ أخذ الأولاد ولح نشتري لهم سلاش لأنه كتير عطشانين على الشوبات. خلودة بدك سلاش ولا آيس كريم؟ آيس كريم. بدك آيس كريم؟ أنت مالك؟ آيس كريم. وأنت إلين؟ سلاش. ميرنا قصدي سلاش؟ وأنت؟ بوزة. بدك بوزة؟ وأنا بدي سلاش. يلا تعالوا. مامي I changed my mind. اوكي بدك ستروبري سلاش؟ اوكي تفضل خلودة. تفضل ملوكة. اهلا وسهلا. تفضلي إلينو. اهلا وسهلا. تفضلي ميرنا. اهلا وسهلا. وهي لإلي كلياتا. تفضلي سهامو. اهلا وسهلا. يا شوفوا النحل يا جايز. تعالوا نهرب، تعالوا نهرب من النحلات. امشوا امشوا ملان نحل ها. تعالوا تعالوا تعالوا. يا حذركم انا شو بدي اعمل هلا؟ هلا رايحه احفر حفره كتير كبيره وبعدين جيب مالك وميرنا وإيلين وحطهم بقلبها وحط الرمل عليهم، يعني مثل انه ادفنهم تحت الرمل. تعالوا نحفر سوا. مامي what you gonna do؟ خلودة بدي اعمل حفره كتير كبيره وبعدين حطك انت وميرنا وإيلين وحط وغطيكم بالرمل. اوكي ماشي. بدك تحفر معي ولا بدك تسبح؟ يلا روح اسبح بس خلص بناديلا. مرونة انا بدي احفر حفرة. يلا روحي بس تخلص الحفرة بناديلك. بدي ادفنك انت واخواتك. تعالوا نحفر يا جايز. نحفر حفرة كبيرة نشوف قديش بدنا لنحفرها. يلا يا اولاد انا تعبت في الحفر، انتم كنتوا تحفروا. يلا يلا احفروا بايديكم برجليكم. برافو كبروها كثير للحفره. شو خالته برافو عليكي. يلا احفروا اكثر اكثر. وين السطوله؟ سهام هاتي لك سطلين، هاتي لك سطلين نحفر فيهم. برافو. هلا كلياتكم بس تخلص الحفره بكون فوتوا لقلبها. بدنا ندفنكم بقلب الرمال. يلا خلص يا اولاد قوموا اسبحوا بس هلا انا بكمل انا وابوكم. روحوا بصير جاهزه من ناديلكم. روحوا يلا روحوا روحوا. يا ويلي. يلا تعال سهري انا وياك نكملها. استنى على الشقه بالله. شو خلصت الحفره؟ بتكفيهم؟ يلا تعالوا تعالوا. لك يلا يا اولاد تعالوا. قوم خلودة يلا مين اول واحد يتسطح؟ انا يلا تسطح. مين؟ انا خالد. هون خالد. انا خالد. جربوا يلا. انت هون بالنص. انت هون جنب مين؟ واو مالي خالد هون خليك. اوكي يلا تسطحوا. فوتوا ايديك لجوا. نزل ايديك مالك لجوا. يلا ادفن ادفن. تعال حساعدك. كمان كمان. يلا 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 خالد. مو على وجه مو على وجه عملاق. يلا نزل. ايوه برافو. لك شو صار فيكم يا اولاد؟ ما بدي اضحك. لي على عمتي. لي على عمتي. ان شاء الله مبسوطين. هلا بس بس عدل ثلاثة بتقوموا. اوكي واحد اثنين ثلاثة. اوه عجبتكم؟ يا 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 روحوا على المي.
مارشميلو تايم. يلا افتحوا لكم. يلا كل واحد ياخذ وحده. فيها كذا نوع هي. كل واحد ياخذ عصايه. ديروا بالكم. هاي هي المارشميلو. بسم الله. شوفوا ما احلاها. تفضلي. تفضل خلوده. تفضلي. يلا نطلع لكم نوع ثاني. لنشوف شو النوع الثاني. استنوا لنشوف. يلا كل واحد ياخذ وحده. يلا شكوا شكوا. لنشوف شو النوع اللي بعده. موز. موز. يلا تفضلوا موز. يلا شكون لكم. جاهزين تشووا المارشميلو؟ اوكي. وين القداحة ليكا؟ نشعل الغاز. كل واحد يشوي وحده. ممكن يكون تمام. امهلكم امهلكم. يلا قلبوها يمين شمال. شو؟ برافو ميرنا انشوت اول وحده. بس بس عملكم كثير قوي النار. مالي. يو تبعتي. انفخ انفخ عليها. يلا بس حاجه مالك انت. هاتي اشوي لك يا. حاجه ميرنا حاجه احترقت. شوي 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 شوفوا تبع مالك احترقت. برافو خالد. ما تكتر خلوه دهاتي. بس بس اناف خالد اناف. تعي ساوي لك اياها تعي. شوفوا لح اعمل هلا لهي. ليش هيك ما عم تصير؟ يلا تفضلي. دقوها يا جايز. قولوا لي طيبة؟ اكلها شوي شوي خلوده. طيبة؟ ما حبيتي يا ميرنا؟ لا انت لانك حرقتيها على فكره. شوف خلوده حبه. انت ما حبيتيها خلوده حلوه. طيب ليش حرقتها؟ صح طين. يلا يا اولاد ما بدنا نقول باي. بلا. شوفكم فيديو جديد ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. باي.